إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن أنا في مطار إسطنبول في تركيا، هذا المطار التحفة. كنت مغادرين المطار، هذه هي أمامنا بوابات مخصصة للمغادرين، نختار بوابة ثم ندخل إلى المطار من البوابة المختارة. مطار إسطنبول واحد من أكبر المطارات العالمية، كما راكم تشوفوا عنده مساحة كبيرة جدا حيث تتجاوز 76 كيلومتر مربع، يقع في شمال غرب مدينة إسطنبول يعني في الجانب الأوروبي. تم افتتاحه في 29 من شهر أكتوبر سنة 2018 ميلادي، وهو يعتبر اليوم الوطني للدولة التركية. قد شكل افتتاح هذا المطار، مطار اسطنبول الذي يعتبر الثالث في اسطنبول، نقلة نوعية زادت من أهمية مدينة اسطنبول، بحيث انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي ككل. لما تدخل مطار اسطنبول تجد معظم الأماكن والمرافق الخدمية تقدمها الحكومة التركية في هذا المطار، بحيث الآن رانا في المنطقة الأولى للمغادرة، وين نلقاو مكاتب التسجيل. تشوف اللوحات الإرشادية كما ترون مكتوبة، وجميع الأماكن الأخرى التي تحب أن تذهب إليها، مطاعم، مقاهي، دورات مياه، ألعاب أطفال، محلات إلى غير ذلك. الآن حبيت أن نشوف كيفية الوصول لخدمة أول شيء الإنترنت. تختار اللغة العربية. أي عربي. بعدها امسح الباسبور تاعك من الصورة. اختار اللغة. امسح. ساعة واحدة. تابي. اوكي. ساعة واحدة في واي فاي في مطار اسطنبول. زيد. ساعة واحدة مجانا، عبر مستاك اربعة تخرج من هنا، استمتع في مطار اسطنبول.